في ناس بيسألوا عليك يا فارس. حصل حاجة؟ لا ما حصلش حاجة، بس النهارده أول الشهر أنت ناسي؟ طب وإيه يعني؟ ما أنا كل شهر بعد عليك يوم خمسة يوم ستة، إشمعنى الشهر ده مش أربعة أوي يعني؟ أصل 15 جنيه اللي بتديهم للواد ما عادوش ينفعوا. يعني أنت هتطلع أنصح بالمحكمة؟ المحكمة حكمت بكده. بس المحكمة ما تعرفش إنك بتكسب من الكورة. أنت عايز إيه بالظبط؟ عاوز إيه يعني؟ ما أنا قلت لك، وكمان الواد مدوخني. ماله؟ بيزوغ من المدرسة وطول النهار يلعب في الحار، اضربه ما اضربه مفيش فايده. وتضربي لي ايه؟ طبعا ما انت عايز يبص في المدرسه ويطلع صايع زيك. روحي انت دلوقتي وانا يوم الجمعه اعدي عليك. وكمان في حاجه تانيه عايز اقولها لك. شكلك كده بتحرجيني على حاجه من الصبح. انت عايز ايه؟ اصل جاي لي عريس وعايز يتجوزني. ايه؟ ايه مال؟ بقول لك جاي لي عريس شغال في وزارة الصحة وساكن فوق نادية صاحبتي. يعني ايه؟ يعني هتجوز، عندك مانع؟ يعني انت بقى جاي عشان تقولي لي الكلام ده؟ ما تتجوزي ولا تروحي في 60 داهية، انا مالي؟ بس الواد طبعا البيت بتاعك مش عايزه معانا. لا انا قلت له عليه وافق انه يعيش معانا، اصل مراته ماتت وسابت له بيت هتتربى ويا الواد. ترى يا عم فارس، ما تيجوا تشربوا قهوة في المكتب احسن. بقول لك ايه؟ والله العظيم ثلاثة ده لو اتجوزت لك واخد الواد وعمرك ما هتشوفيه. انا بقول لك اهو ده بعينك. بص علي بص علي. ايه التماحيج دي؟ هي عايزه ايه تاني؟ ده كهن نسوان وانا عارفاه، عايزه ترجع بعد ما شرشحتك في المحاكم وخدت الواد. روحي شوفي الشغل اللي اديك في وشك. الله، هتطلع غلبك عليا ليه؟ Oh, my God.